ولنقاش التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن عمليات الإحراق المتعمدة للمنشآت الحكومية والممتلكات العامة بعد عام 2003. انضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. دكتور، انطلاقا من التقرير الذي أصدرتموه في قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين، ما أبرز ما تم رصده في هذا التقرير الذي وثق الكثير من الحرائق؟ في الحقيقة الكثير الكثير من عمليات الإحراق التي تم رصدها خلال العام الحالي، النصف الأول من العام الحالي والعام الماضي الذي سبقه، وهذه الحوادث تعد بالآلاف، حوادث متعمدة، واضح التعمد فيها والأسباب والجهات المرتكبة لها. تم تثبيت هذه الحوادث، وحوادث طالت طبعا مستشفيات ومباني وزارات، فضلا عن الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي والممتلكات الخاصة الأخرى التي كان وراء كل هذا هو مسألة كما ذكرتم، هو غياب تعزيز حالة غياب الدولة في العراق ما بعد 2003، وهو يكرس للفوضى ويكرس لمسألة استفحال الميليشيات، ويجعل من الحكومة مجرد متفرج على ما يجري أو متقاعس عن أداء دوره، وهذا ما تم رصده حقيقة بالنسبة للحالات التي ذكرت في التقرير. أشار التقرير أيضا لحريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد وركز عليه كثيرا، كيف تفسر استهداف مثل هذه المنشآت الطبية التي تحوي الكثير من المرضى؟ في هذا الحادث المؤلم الحقيقة الدموي الأليم، على يعني الفاجعة الكبيرة التي فجع بها العراقيون، هذا الحادث يمزج بين حالة الفساد المتجذر في الدوائر الحكومية كافة، ولا سيما في دوائر وزارة الصحة، إضافة إلى ذلك بين الفساد والتقاعس الحكومي والإهمال المتعمد في حالات كثيرة في توفير مستلزمات و المتطلبات السلامة، السلامة الأولية، وهي أمور يعني أضحت مفروغ منها في كثير من البلدان، لكن العراق على الرغم من أنه من البلدان الغنية، هذا الافتقار الواضح والممنهج لعوامل السلامة والخدمات الأساسية، هذا الافتقار الممنهج هو يعني لا يمكن أن يكون إلا ممنهجا، ولا يمكن أن يكون إلا مقصودا، وإلا هذه وحادثة مستشفى ابن الخطيب هي من بين طبعا عشرات الحوادث الأخرى، لكن هي كانت أكثر دموية، لأنه كما تعلمين جنابك أنه العشرات القتلى، أكثر من 92 شهيد سقط في هذه الحادثة المؤلمة، وكان يعني الواضح هو تقاعس أو غياب الدور الحكومي في توفير سبل الحماية والخدمات أولا، وثانيا حتى في التعامل مع الحادث وما وراء الحادث، وكله طبعا هذا تم تثبيته في التقرير. تقرير أيضا ركز على إحصائية مديرية الدفاع المدني التي رصدت أكثر من 2000 حريق في حريق متعمد في العراق وتحديدا في بغداد، كيف يمكن قراءة هذا الرقم الضخم وما نجم عنه من خسائر تكبدها المدنيون في العراق؟ هذا الرقم طبعا هو ما تم إعلانه بشكل رسمي من قبل المصادر الحكومية المعنية، والحقيقة هذا يعني طبعا هو رقم متواضع إذا ما نظرنا إلى الواقع الجاري في العراق، ومع ذلك مع هذا الرقم لدينا أكثر من 5 حوادث
يوميا مفتعلة حوادث إحراق، سواء مبنى حكومي أو منشأة حكومية أو أعيان مدنية. لك أن تتصوري وللجميع المشاهدين أن يتصوروا مدى المنهجية القائمة على هذا الأساس، لأن التكرار الكبير لهذه الحوادث يتخطى مسألة أنها كونها حوادث عابرة، إلا أنها حوادث مفتعلة، حوادث المطلوب منها إبقاء البلد في دوامة الحاجة إلى الخارج، سواء بالنسبة للإنتاج الزراعي والصناعي، وبالنسبة للأمور الأخرى، إخفاء ملفات الفساد وإحراق الأدلة التي تثبت هذه الملفات والجهات المتورطة فيها. طبعا هي الأحزاب المتنفذة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. فهذا كله يصب في مسألة غياب الدور الأمني وتعزيز حالة غياب الدولة بالنتيجة في العراق. تعزى معظم هذه الحرائق للسبب الدائم الذي تستخدمه الجهات الحكومية، وهو تماس الكهربائي. ما مدى صحة ذلك، وما الجدوى من استخدام مثل هذا المبرر باندلاع كل حريق؟ على الرغم من الإفادات والشهادات التي تم توثيقها من قبل المتضررين، التي تفيد بأن الحوادث في جميع الأحوال هي حوادث يعني تدعو إلى الريبة، إن لم تكن حوادث مفتعلة بشكل واضح، لكن يظل التبرير الحكومي أو التسويغ الحكومي لهذا الأمر هو التماس الكهربائي. وإن كان كذلك، يعني لدينا اليوم 18 سنة من الاحتلال المتواصل والمستمر للعراق، والحكومات غير آبهة في حل مشكلة الكهرباء، على الرغم من أنها مشكلة يعني سهلة الحل على الحكومة التي لديها إرادة سياسية بهذا الاتجاه، لطالما الإمكانات متوفرة لهذا النهوض. لكن الإهمال المتعمد لهذا الموضوع للتغطية على عمليات الإحراق المفتعلة من قبل جهات حكومية متنفذة وميليشيات، طبعا أصبح لها اليد الطولة في العراق ما بعد 2003. شكرا جزيلا لكم دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، حدثنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.